نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة تنموية شاملة في قرية حوين بمركز قطور بمحافظة الغربية. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 959 حالة من خلال 12 عيادة مع صرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 61 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 2000 رأس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة. وشهدت القافلة أيضا إجراء اختبارات محو الأمية لخمسة مواطنين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيفا صحيا لأهالي القرى عن مرض السكر والضغط وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها وصحة الأم وحديث الولادة. بنستكمل مشروع جامعة طنطا بالقوافل الطبية لكل محافظة الغربية. محافظة الغربية 8 مراكز، احنا بنغطي 8 مراكز وبالتساوي احنا بنطلع في حدود من 8 ل 10 قوافل كل شهر. ده غير اذا كنا بنعمل قافلة نائية على حدود الدولة المصرية. بيبقى معانا 12 تخصص، 6 تخصصات طبية أساسية و6 تخصصات بطنة وأطفال وصدر وما إلى ذلك. بيبقى معانا صيدلية كاملة من الأدوية بتغطي كل التخصصات الجراحية وتخصصات البطنة اللي معانا. القافلة المغزى فيها والفايدة فيها أنا بعتبره اللي هي التحويلات، الحالات اللي هي مزمنة والحالات اللي محتاجة عمليات، الحالات اللي عايزة أقرار نفق الدولة. النهاردة احنا موجودين شباب حياة كريمة، موجود بننظم المكان، جايين من بدري، دورنا ان احنا بنساعد الناس، بنوفر لهم المساعدة، بنساعدهم ان هم يخشوا الأماكن بتاعتهم، اللي عرفهم الصيدلية فين، نعرفهم الاماكن بتاعه العيادات، بنحاول نوفر لهم المبادره اللي هي حياه كريمه، بنحاول نوفرها بكل السبل المتاحه لينا.